الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين نبي الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا به وبما اشتمل عليه بيان حراس النبي المصطفى صلى عليه ربنا وشرع حرسه في يوم بدر سعد وفتح معاذ وامران بعد في احد محمد ذكوى عليهما الرحمه والرضوان والحارس الزبير يوم الخندق وابن أبي وقاص خير مشفقي ثم أبو أيوب وابن بشري في خيبر المشهور دون نكري قد حرسوه ثم في وادي القرى كان بلال حارسا بلا امترا وترك الحراس لما أخبرا بصمة الله له خير الورى وكان حاديا له البراء وجشة جاءت في المنبر صلى عليه ربنا وسلم والآل والأصحاب خير من سما. بيان حراس النبي صلى الله عليه وسلم ربنا وشرف. في هذه الأبواب يتبين خطأ الذين يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في خدمة أهله. كان في خدمة أهله. النبي صلى الله عليه وسلم محبوس مخدوم حينما كان وأينما كان، الصحابة يتسابقون لخدمته ولحراسته. بيان حراس النبي المصطفى صلى عليه ربنا وشرفه. أناس يفدون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنفسهم ويتعرضون للموت أمامه، كيف لا يخجلون في أمور الجسد. بيان حراس النبي المصطفى صلى عليه ربنا وشرفه. الحارس هو من يحرسك فداء لك، مع بأن يكون أمامك بأن ما يصيبه ما يصيبك يصيبه قبل. حرسه في يوم بدر سعد فتى معاذ سيد خزرج سيد الأوس، يعني سيد الأوس في بدر، سيد الأوس سعد فتى معاذ، وهو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى يا أيها الناس أشيروا علي بالرأي، فقام أبو بكر وقام عمر رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم بقي على حاله، فقال سعد بن معاذ ومعه من الأنصار لكأنك تريدنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال والله لو خذت بنا هذا البحر لأخذناه معك، ولو سرت إلى برك الغماد لسرنا إليك، ولا نقول لك كما قالت اليهود لموسى عليه السلام اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فإنا معكما قاتلون. هؤلاء الناس الذين هؤلاء حالهم كيف يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه؟ هذا ما نقول في موريتانيا أنا ما جابت الخادم منه. هذا ما جابت الخادم منه. عندنا مثل في موريتانيا إذا كانت الأمة تأكل الطعام عندما يعطيها سيدها الطعام وهي تسرقه وتأتي بقليل من يقال ما أتت بشيء. عبارة عندنا أن الأمر لم يتقن وأن الإنسان ما أتى من القصة بشيء مطلق، معناها إنما اختلس شيئا وترك الزبدة، ترك الأصل. واحد يتجاوز حراس النبي صلى الله عليه وسلم ويتجاوز خدامه ويتجاوز ما كان الصحابة يتسابقون إليه، فيأتي إلى آخر نقطة من لما يكون النبي صلى الله عليه وسلم في حالته الخاصة في نومه ويصرد على الناس كأن هذا هو حياته. اسمعوا الخيانة، الإنسان إذا أراد الخيانة يخون، وأشد الناس خيانة هم العلماء، لما يخون العالم هذا خطير جدا. الأمانة في العلم أشد هي من الأمانة في الأموال. أحسن واحد يسرق الأموال ويزني ويتلصص
ويقطع الطريق من أن يقطع الطريق على المسلمين بكلمة واحدة في الدين. العلماء نصوا قال الأمانة في الدين أولى من الأمانة في الأموال، يعني أموال عروض دنيوية ممكن أن تخلف، ولكن إذا فسد الدين يعني الناس، يعني ليس اليتيم الذي قد مات والده، إن اليتيم يتيم العلم والأدب، ليس الفقير الذي قد افتقر كما قال ابن القاسم ولا تحسبين الفقر فقرا من الدنا ولكن فقر العلم من أعظم الفقر. الفقر في الدين هو الفقر حقيقة، أما الفقر في المال هذا شيء يسلم أعناق الرجال من الرداء، من الرداء فما المال إلا كقص الأظافر، المال يوم زائل ظل زائل، يعني ظل زائل كما قال أبو طالب إن ابني هذا لا يزال به رجل، إن المال ظل زائل، إن ابن أخي مال ظل زائل لا يزال الرجال، لكن الدين هو القيمة، هو إذا فسد الدين الناس يعني هو هي المشكلة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف على أمة الأئمة المضلون، ما قال أخوف على ما أخاف على أمة الزناة أو السراق أو قطاع الطريق أو لا، أخوف ما أخاف على أمة الأئمة المضلون، لأنه هو الذي بفساد يفسد العالم كله. ولذلك قال العلماء أن العالم لا تقع منه صغيرة، الصغائر بالنسبة للعوام، وأما العالم لا تقع منه صغيرة. لماذا؟ لأنه سيقتدي به خلق كثير فستصبح صغيرة متداولة عند الناس، والصغيرة لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستظهار، فصغيرة صارت منتشرة عمل بها مليار من الناس، أي لم تبقى صغيرة، أي حملت ملايير العالم، خصوصا في هذه الأيام يقول كلمة واحدة تطلع على فيسبوك، تطلع على اليوتيوب، تطلع في التلفاز، ينظر إليها ملايين البشر في ثانوية واحدة، هذا من الأوزار. ما يمكن واحد يقف أمام المسلمين ويقول لهم داخل السنة سنة، ويقول لهم ها داخل هذه الحديث السنة سنة، هي ما هي السنة سنة، من أفسد الدين يعني هذا غير الدين، هذا داخل من الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو أسلكوا جحر ضب لسلكتموه، قلنا اليهود والنصارى، قال فمن، ومن سنة اليهود والنصارى تغيير دينه، لتتبعن سنن من قبلكم من تغيير الدين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، لأنهم سيغيرون الدين. وما هم الأئمة المضلون؟ ما يعني المضلون؟ معناها المضلون الذين يضلون الناس، يضلون الناس، لأن الجهل ما يمكن أن يضل أحد. واحد من الجماعة اللي يأتي على المنبر عندما تسمعه هو يفسد الإعراب ويلحن مليار مرة في الأولاد الذين كتبوا الجرمية سيضحكون منه، لكن واحد سليق اللسان عالم يتكلم ويتشدق ويمشي بشلوغه عندما يصل مثلا الكلمة منه تصل يعني إلى أذنه من شدة الفصاح أو ليدهش الناس. أما واحد عادي بسيط هذا عام ستجعله الناس مهزلة. نحن قام أمامنا ناس هنا يضحك الصبي من خطاباتهم، يعني هم حقيقة ولداء، يعني واحد لا يفهم شيء، يعني كل الناس ينظر له في عين الازدراء ويضحكون ويقول قال فلان، يعني قال فلان شيء يضحك منه، الأصفار رأيناهم يضحكون منه، لا يضل الناس، لكن يضل الناس واحد كما قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علمه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. هذه المشكلة الكبيرة، أضله الله على علمه، هذا كله ينشأ من التقرب إلى العالم الغربي إلى الأمراء. النبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء أمناء ما لم يخالط السلاطين فاحذرهم، عندما يخالط السلاطين اعلموا أن ذلك هو علامة الفساد. ولذلك قال الإمام الغزالي فساد الملوك بيد العلماء، ما قال فساد العلماء بيد الملوك، فساد الملوك بيد العلماء، لأن بدون هذا الترتيب اللي يفعله العلماء الملوك لا يفسدون، إذا لا يبلغون هذا لا تجد الآن ملكا إلا وله التأويل من عالم مطلقا، لا يشرع فسادا إلا وله مفتي، قال الفلان لا تعلمونه قال الفلان العلامة فلان مفتي أفتاء رئيس الجمهورية أو الملك فلان أو الفهد أو ما أو الأرنب أو ما بكذا وكذا، لا بد هذا معروف، لا بد من أن يجعله وقاية أمامه، هذه وقاية يقال وقاية النار بالله، هذه يقال ترس النار. مرابط الحاج جاء واحد من أصحاب الأنس رحمه الله تعالى نفعنا به، قال له قال
رآه فقال أجرم الله تعالى، فقال نريد أن أتكلم معك أريد أن أجلس. قال إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم نسيا. من أجل فائدة واحد يدخل مع أمراء السوق مع قضاة السوق مثلا، يعني يستجلب منه مسألة يبني كما يقول في العراق مثلا، يبنون قبة من حبة، يبني من كلمة من مرابط الحاش، عارف بالله تعالى معروف معها، تكلمت اليوم مع فلان فرخص بالمسألة فلان فعل كذا، يصبح تنشر في العالم كلمة حق ولد بها باطل. ويخاف على نفسه المسؤول أمام الله تعالى، لأن الذي قال عنه هذا الرجل من الكلام سيسأل عنه أمام الله تعالى، ليس أنه هكذا. هو أضيق 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 مجال هو مجال العلماء، هو أضيق شيء. هم أخطر بني آدم، وهم أخطر مكان أشد حساسية في الدين هم العلماء، وهم أسوأ بني آدم إذا لم يتوفقوا في الدين. وعلماء السوء بالأخبار أول من يصلى سعير النار، أول من يدخل جهنم علماء السوء. عالم لم ينفع الله تعالى بعلمه، هذه مصيبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب له. علم لا ينفع، واحد عليه هذه مصيبة. يعني السؤال لا بد يعود حد مسوي، لا حد عامل بذلي عنده حد. من لم يكن بالعلم والعدل، سيد عبد الله بن الحاج إبراهيم في مراقب السعود نفعنا الله به يقول: من لم يكن بالعلم والعدل اشتهر أو حصل القطع فليستفتى الحرام. يا وجدت سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم وهذا كافي ولا يتبع الدين، لا تستفتي، لا تقول له أعطيني فتوى. من هو اللي قال هذا؟ قال من لم يكن بالعلم والعدل اشتهر أو حصل القطع فليستفتى، لا تجوز التفتي. وقال الأخضر ما يقول: ويقتدي بالعلماء العاملين تابع سنة خير المرسلين لولا يدلون على الرحمن، الذين يدلون على الله تعالى يحذرون طرق الشيطان. هذه أول مقدمة. هذا الذي نظمه سيد عبد الله في آخر مراقص في مراقص السعود، هذا تكلم به الأخضر في مبادئ الدين. هو ابن عطاء الله قال: لا تصحب من لا تنهضك حاله ولا يدلك على الله المقال. إذا كان هو حاله هو يتكلم حاله حقيقة، والله يبعدك عن الله تعالى، يبعدك عن الله تعالى. أنتم تعلمون هذا، هم أحوالهم تبعد عن الله تعالى، تبعد عن الله تعالى. لأن كل الواحد يقف أمام العالم الإسلامي ويقول لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في خدمته صلى الله عليه وسلم، هذا كان يسمى احتقار. هذا لا يسمى، هذا يقول هما أهل مكر، هما كما قال أهل مكر المجهول، هما يعلمون أن يقولون هذا من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متسامحا وكان يقول استوصوا بالنساء خيرا. ولكن هذا الحديث دليل أيضا عليهم، لأن الموصى عليه تحت اليد. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا، فأنت لا تستوصي إلا من هو تحت يدك. هذه الموصى عليه، إن رأيتم وصيا يأمره الموصى عليه، هذا غير صحيح. استوصوا النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن أوان لكم، عوان معناها تاعبات تحت أيديكن في بيوت، عوان جمع عانية متعبة، معناها شخصة إنسانة تعبانة، فإنهن عوان معناها يعانين من أتعاب البيت، من أتعاب الرضاع، من أتعاب الحمل، من أتعاب الخدمة. لا تستصير كما قبل الحديث خيركم يلطف بما رحم، ولذلك هذا معروف. قال استوصوا الموصى عليه تحت اليد. أما الموصى عليه هو أمير يأمر، هذا ليس موصى عليه، هذا في قلب الحقائق. وهذه العربية، هو الآخر الحديث قال أنهن عوان، معناه هم متعبات تحت أيديكنا، معناه سهلوا علينا، لا يسألوا عنه. هو في أحد علماء فاس من الشريم علماء فاس قال صار ونحن الآن في مرحلتين، في مرحلتان سيئة. في ناس عندهم غبية الجاهلية والمرهاو نادر، أن صاروا قلة ولكن ما زالوا موجودين.
في واحد يريد من المرأة فقط الطعام والشراب وترتيب البيت، وهذا هذه جفال العرب، جفال عربان على أصحاب البادية. وفي واحد يسلم أمره للمرأة ويجعلها أميرة، وكل هذا سيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. واحد ولى أمره امرأة لن يفلح. وكذلك استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوام متعات لا وقال: صار الناس في هذا الزمان يريدون من النساء الفراش فقط والطعام والشراب، ولو تغير طعام في البيت أو تغيرت نظافة بيت لغضب من ذلك اليوم، ولكن لو تركت الصلاة والطهارة وكل شيء ما قال لها أي كلمة. قال: هذه حالة خادم، هذه ليست حالة زوجة، هذه حالة يعني أمام مملوك رق، مع أن الرق لا يجوز أن يعلم، يجب أن يعلم الدين ويفهم، ولكن هذه ليست حالة زوجية، هذه شغيلة. لكن نحن انتقلنا من تلك المرحلة، المسلمين كانوا في هذه المرحلة في العصور الماضية قبل 30 سنة 40 سنة كانوا في هذا، الآن أصلا انتقلوا من حالة عكس المسألة، صار الغرب ذلك وشبه قضاء فائتة فعل سعاده، لكن الذي كان من الظلم يمر على المرأة نار ستصبه على الرجل ظلما وعدوانا أمام الجميع بدون أي حياة. ويرتبون لها العلماء يقولون هذا وهذا، وهم هم يعلمون ذلك، ما فيهم واحد يخدم في بيتنا علمهم واحد، ما فيهم واحد يحمل إبرة من محلها. هؤلاء العلماء يمشون على التلفاز ويقولون النبي صلى الله عليه وسلم كان في خدمة بيتي، هم لا يرون، هم كل ليلة في دعوة وكل ليلة في فندق وكل ليلة في حفلات، لا يرون حامل حتى واحد منهم، ما يحمل هاته يمشي به واحد خلفه. انت مخدوم، لا تاخذ هاتفك، والنبي صلى الله عليه وسلم في خدمته جيد. انت بليد، انت تحدث الناس بما لا يفهمون، خاطب الناس بما يفهمون، انت مخدوم، انت لا تعلمون، يعلمون انهم حتى انا رايتهم الوضوء يصبونهم على اقدامي، انا رايتهم لعيني. كيف تقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وأنت يصب لك على قدمك الماء، ولا تعمل وحقيبتك يحملك واحد، وعندك حلاق يحلق لك، وعندك واحد يقص لك، وعندك واحد يغسل ثوبك، وواحد يجعل الأثواب في الحقيبة، وعندك واحد مثلا يفتح الباب ويغفر عليك، أنتم تعلمون هذا كله، هذا تعلمون. أنت أكبر مقاما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم أيضا البلدان الذين يستمعون إلى هؤلاء، هذا كله إرضاء لليهود والنصارى وإرضاء تصبح العامة تعرف الجمع. لذلك الرجال الآن صاروا يهابون الزواج والنساء يهابن الزواج، يقولون نحن لا نجد الرجال الذين يحترموننا، لا نجد الرجال الذين يحترموننا. ليش؟ لأنهم ما يعطون قيمة حقوق المرأة ويعتقدون أن هذا حقوق، فيصبح الرجل أيضا يتهرب منها، يقول أنا لا أريد أن أكون رهنا تحت امرأة تستخدمني، والجميع يتعاكس، يعني تتناقض الأمور بينهم ولا يطيب لهم. هذا أنا رأيته. هو الآن في العالم الإسلامي معروف 75% من الطلاق ممن تزوجوا، 75% طلاق، هذا معروف، 75% طلاق ممن تزوجوا، مع أن الأقل هو اللي يتزوج الآن، هذه الأقلية 75% من الطلاق. ليش؟ لأن ميزان الاعتدال الإنساني الشرعي ما هو موجود عندهم، ما يرجعون إلى الشريعة، لأن بدون التشريع ما يصلح الإنسان، الآدمي ما عنده، الآدمي المسلم خصوصا ما يصلح بدون الشريعة. فلذلك لا يتوافقون على أي شيء، كلهم يحسب نفسه مظلوما، وطبعا كل منهم مظلوم، لأنك تجد الرجل من بلادته دائما يحسب أن المرأة ستساعده ماديا، فهذه تصبح هي تحس بأن محملة أعباء صعبة عليها، فتنقلب المسألة، تقول إذن هم أنا رأيتهم، يقول واحد لما يأتي تقول له 50-50%، لابد أن تكون عليك يوم من الخدمة، علي يوم الخدمة بما أني أنا أعمل. هذا قالوا جهارا 50%، هل طبقت يومك أو لم تطبق؟ قال نعم طبقت، أنا رأيتهم بعيني. قلت أنا والله الذي لا إله إلا هو أحسن أن تكون حمارا يحمل عليك من أن تكون رجلا، لأنك حمار حقيقة. إذا كان واحد هو يتعاطى النوبة مع زوجته للخدمة، هذا بليد حقيقة.
وهي بليدة أيضا. قالوا أنت ترقي. هذه مشكلة كبيرة. والعالم الإسلامي الآن خلاص خرج عن النظام، هذا النظام الإنساني خرج عن دينه، يريد أن يحاول أن يحاكي الغرب، والغرب شيء آخر، الغرب شيء آخر، هذا الشيء آخر، والغرب شيء والمسلمون شيء، وعندهم أحياء طبقوها من زمان وتعارفوا عليها وعيشهم يليق بهم. فإذا واحد رخمة صارت تحاكي ما مشيت بالهداية فأصبحت تعزها الهداية، لا هو بالأصول عارف ولا هو دار الفروع بل تغول، لا هم بقوا مسلمين ولا هم حصلوا على ما عند الغرب، فهم تغولوا صاروا يخبون خب الرخمة. هذه المشكلة الكبيرة. المهم بيان حراس النبي المصطفى صلى الله عليه ربنا. نعم صلى الله عليه مصطفى صلى عليه ربنا وشرف. حرسه في يوم بدر سعد بن معاذ وامرآن بعده، هذا يوم بدر، وكان الصديق رضي الله تعالى عنه مع المصطفى داخل العريش شاهرا سيفه أيضا، فهو حارس لئلا يصل إليه أحد من المشركين. نعم، وحرسه أيضا امرآن بعد، أي بعد بدر، في أحد، محمد بن مسلمة وذكوان، بدلا من قوله امرآن، هذان أيضا عليهم الرحمة والرضوان. وكذلك أيضا يوم الخندق حرسه عمرو بن أبي وقاص، بن أبي وقاص وهو عمر خير مشفق أي خائف من الله تعالى، ثم أبو أيوب اسمه خالد بن زيد، وهو أول من استضافه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، جلس معه أياما في بيته الخاصة، وهو مدفون الآن في اسطنبول في تركيا، وقبره يزار هناك. أبو أيوب، أيوب خير مشفق في خيبر المشهور دون نكر، قد حرسوه هؤلاء، حرسوه في خيبر أبو أيوب وابن بشر. ثم في وادي القرى كان بلال حارسا بالانتهاء، كان بلال رضي الله تعالى حارسا في وادي القرى، وترك الحراس لما أخبر بعصمة الله له خبر، لما أخبره الله تعالى بقوله سبحانه جل جلاله والله يعصمك من الناس، ترك الحراس. قال لكن في هذه الآية تأويل عن العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه الآية قبل أحد، معناها الله يعصمك من قتلهم، وعلى أنها نزلت عليه بعد أحد، الله يعصمك من شرحهم ومن أي إذاية به. إن كانت نزلت قبل أحد فمعلوم أنه جرح بأسود أحد صلى الله عليه وسلم، وإن كان المراد به إن كانت الآية نزلت بعد أحد فبعد ذلك لم يقع منهم وصول إليه، لا جرحهم ولا قتل حاشاه من ذلك. ترك الحراس لما أخبرا بعصمة الله له خير الورى وكان حاديا له البراء. اسمعوا انواع الخدمه كلها، شو الحراسه والحادي، حتى حادي الابل لا يتركونه يحد الابل. اسمعوا احنا عندنا السيره النبويه كلها بكامله، وكان حاديا له البراء، من يحرك له الابل شعورها، من يحرك بنغمات جيده البراء بن عازب، لان الابل لما تسمع يعني كما كنتم كما يقول هنا في موريتانيا يقول ايدا، لأن يغنون على الإبل بأصوات جميلة، والإبل كبني آدم عندما تسمع أصوات جميلة تمد أعناقها وأحيانا تموت من شدة السير وتحمل أثقالا أكثر من قدراتها، فكان الحادي له البراء لأنه كان مشهورا بذلك. قال لي سالك أخوي قال أن هذا السابق أنه المراب الصدر بارك الله عليك أنه لين يذن الله يقرأ القرآن من البيت تصمت. نعم واقع واقع، هذا سمعنا به حتى ايضا تصمت رحمه الله تعالى تصمت. نعم به زين الحس. نعم، وهذا الشريف اللي كان مع احمد الطاهر يقول له مراد الصدري صوتك عوره. البراء بن مالك بن النضر اخو انس لابيه وشقيقه شهد المشاهد الا بدرا، وقال فيه عليه الصلاه والسلام رب اشعث اغبر يطمئن لا يؤبأ به لو أقسم على الله لا أبره، من البراء بن مالك. وأنششت أيضا من الذين يحزون جاءت به الأنباء صلى عليه ربنا وسلم والآل والأصحاب خير من سما، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.
ربي بجاهي من هنا ذكرته فحقيقا كلما رجوته ربي بجاهي من هنا ذكرته فحقيقا كلما رجوته ربي بجاهي من هنا ذكرته فحقيقا كلما رجوته وحقيقا مطلب الآباء والزوج والإخوة والأبناء وافتح لنا مفاتيح الخيرات دينا ودنيا مدة الحياة وارفع لنا الذكرى بآل الهادي في هذه الدار وفي المعادي وارفع لنا الذكرى بآل الهادي في هذه الدار وفي المعادي وارفع لنا الذكرى بآل الهادي يا ربي بالنبي وأسماء النبي حقق مرادنا وعجل مطلبي وعافني ونجني ومن معي في المؤمنين من أذى ووجع واختم لدى الممات يا ربه لنا بلا إله إلا الله واختم لدى الممات يا ربه لنا بلا إله إلا الله واختم لدى الممات يا ربه لنا بلا إله إلا الله ويسر لنا سبيلا سبيلا لحج بيتك الحرام عاجلا كيما نزور المصطفى أصل الهدى عين الهدى نور الهدى محمدا كيما نزور المصطفى أصل الهدى عين الهدى نور الهدى محمدا كيما نزور المصطفى أصل الهدى عين الهدى نور الهدى محمدا صلى عليه اللهم أبدا أبدا وآله وصحبه صلى الله عليه وسلم يا الله يا ربنا بحق الأسماء أعزنا في الأرض والسماء يا ربنا بحق الأسماء أعزنا في الأرض والسماء وعلي قدرنا الدني بقدرها وعلي قدرنا الدني بقدرها وعلي قدرنا الدني بقدرها عندك واسقنا رحيق سرها وعافنا بها من البلاء وأولينا الشكر على الآلاء وعافنا بها من البلاء وأولينا الشكر على الآلاء وعافنا بها من البلاء وأولينا الشكر على الآلاء والنصر عاجلا على الأعداء حتى نجيب فهدي الدعاء والنصر عاجلا على الأعداء حتى نجيب فهدي الدعاء والنصر عاجلا على الأعداء أنت المجيب فأذن دعائي وهب لنا بها لدى المنجة خاتمة الحسنى هي الأمية وهب لنا بها لدى المنجة خاتمة الحسنى هي الأمية وهب لنا بها لدى المنجة خاتمة الحسنى هي الأمية وصلي مع أسك السلام أبدا على شفيع أحمد وصلي مع أسك السلام أبدا على شفيع الكائنات أحمد صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الحي منك وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته من بيتك ما صليت على الباحث اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد من طب القلوب يا دوائها طب القلوب يا دوائها طب القلوب يا دوائها وعافية الأبدان والأحياء والأبصار وزيائها وأهلا وصحبه وسلم كل ما ذكرك وذكره ذاك من أعظم ذكرك وذكر الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد تنجينا من الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من السيئات
وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها صلواتك جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.